السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا بخير. بنكمل حلقات نحو من الصفر. في حلقة النهاردة بنتكلم عن الأفعال الخمسة. هنتعرف على الأفعال الخمسة، إزاي بنعربها، وهنتعرف لماذا سميت الأفعال الخمسة بهذا الاسم. وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة، تعالوا مع بعض نحل تدريب الحلقة اللي فاتت. المخلص ذو عزيمة يتقن عمله. عايزين نعرب كلمة ذو. المخلص مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ماله المخلص؟ ذو، تبقى خبر، وخبر مرفوع وعلامة رفعه دي اسم من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة بترفع بالواو، يبقى أقول له خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. ذو عزيمة يتقن عمله، فاحرص على أن تكون مخلصا. عايزين نعرب كلمة مخلصا. تكون قبلها فاعل، تكون دي من أخوات كان، اللي هي كان بس المضارع. تكون أنت مخلصا، يبقى مخلصا دي خبر تكون، يبقى نقول له مخلصا خبر تكون منصوب وعلامة نصب الفتح. لتعيش سعيدا ولا تنتظر مقابلا. مقابلا دي منصوبة، طالما الألف بتاعت التنوين موجودة يبقى منصوبة. قبلها فعل يبقى جملة فعلية. تنتظر دي الفاعل، تنتظر أنت، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ماذا تنتظر؟ مقابلا من أحد، يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح. جاوبنا كده على سؤال الإعراب. باء استخرج. استخرج من القطعة السابقة فعل مضارع مرفوع. فعل مضارع مرفوع، أشوف أي فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم. المخلص ذو عزيمة يتقن، أهي يتقن، نعربه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة لم يسبق بناصب ولا جازم. احرص ده فعل أمر. أن تكون، أن دي بتنصب، يبقى تكون فعل مضارع منصوب. لتعيش، اللام دي لام التعليل، احرص على أن تكون مخلصا لتعيش، لكي تعيش، علشان تعيش سعيدا. اللام دي لام التعليل، وأن لن كي حتى لام التعليل بتنصب، يبقى تعيش ده منصوب. ولا تنتظر، لأن هي أسلوب نهي، ولأن هي ولم ولم الأمر بتجزم، يبقى لا تنتظر، تنتظر ده مجزوم. وخلي بالك لام الأمر لما أقول لك لنتحاور معا، لتجتهد في دروسك، لتذاكر، لما بأمرك يبقى هنا اللام دي اسمها لام الأمر، إنما لام التعليل بتجيب معنى لكي. يبقى هنا احنا كده جبنا فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع منصوب قبله أن، لن، كي، حتى، لم التعليل. عندنا أن ممكن أقول له تكون فعل مضارع منصوب بالفتح، ممكن أقول له تعيش فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتح. فعل مضارع مجزوم هلاقي لن هي لا تنتظر، ونعربه أقول له فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون، يعني يتقن مرفوع وعلامة رفع الضمة يتقنوا. تعيش لتعيش فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة. تنتظر ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، عشان لو قال لك اضبط يبقى احنا كده برضو جاوبنا على الاستخراج. السؤال جيم، صوب الخطأ فيما يأتي. هؤلاء أسود، ايه الخطأ اللي هنا؟ أسود دي جمع غير عاقل، ما ينفعش تاخد هؤلاء، لأن الجمع غير العاقل بيعامل معاملة المفرد المؤنث، أقول هذه أسود. طيب اتنين، ليت الطالبان، ليت من أخوات إن وأن كأن لكن ليت، يبقى ليت اسمها بيكون منصوب، يبقى ما ينفعش أقول الطالبان أو للطالبين، لأن الطالبين مثنى والمثنى بيرفع بالألف وبينصب ويجر بالياء، يبقى أقول ليت الطالبين مجتهدان. مجتهدان هتفضل زي ما هي لأنها خبر ليت مرفوع وعلامة رفع الألف. رقم ثلاثة، ليس المتفوق كسول. فين الخطأ اللي هنا؟ ليس دي من أخوات كان، كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس، هنا ليس اسمها بيكون مرفوع. ليت المتفوق كسولا لخبر ليت، وخبر ليت بيكون منصوب، يعني لو نكر كده ما فيهوش ألف ولام لازم أحط الألف بتاعت التنوين، أقول ليس المتفوق كسولا. يبقى احنا كده جاوبنا على الواجب بتاع الحلقة اللي فاتت. حلقة النهاردة بنتكلم عن الأفعال الخمسة. احنا عرفنا الأسماء الخمسة، فرق بقى ما بين الأسماء الخمسة. كلمة أب، أخ، حم، فو، زو، دي اسم ولا فعل؟ أب اسم ولا فعل؟ اسم، يبقى أسماء خمسة. الأفعال الخمسة دي فعل، فعل مضارع واتصلت به، زودنا له حاجة من الثلاثة دول، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة.
يبقى احنا كده نفرق ما بين الاسماء الخمسه اللي هي اسم اصلا اللي هي اب واخ، اسمها اسماء خمسه، والافعال الخمسه اللي هي فعل مضارع وزودنا له الف الاثنين. ناخد مثال فعل مضارع زي يكتب، لو اتصلت بها الف الاثنين هنقول يكتب، الاثنين يعني الف الاثنين هنقول يكتب. طيب نقول يكتب ولا يكتبان؟ الاثنين صح. طيب امتى بقول يكتب وامتى بقول يكتبان؟ احنا عرفنا ان الفعل المضارع بيكون يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم، صح؟ برضو الافعال الخمسه بتعرب اعراب الفعل المضارع، لو كانت مرفوعه هحط النون، منصوبه او مجزومه هحذف النون، هنقول تاني دلوقتي بالتفصيل. يبقى يكتب بفعل مضارع، لو اتصلت بيه الف الاثنين كده بقى اسمه فعل من الافعال الخمسه، يعني يكتب فعل من الافعال الخمسه، يكتبان فعل من الافعال الخمسه، ولو اتصلت بواو الجماعه الجامعة نقول يكتبوا أو يكتبون، الواو دي اسمها واو الجماعة والألف اسمها الألف الفارقة بنسيبها كده زيادة، يبقى يكتبوا بفعل من الأفعال الخمسة، يكتبون لو كان مرفوع، يكتبوا لو كان منصوب أو مجزوم، ولو اتصلت بياء المخاطبة لو بخاطب بنت أقول لها تكتبي أو تكتبين، برضو تكتبي أو تكتبين بفعل من الأفعال الخمسة، بحط النون لو كان مرفوع، بحذف النون اقول تكتبي لو كان منصوب او مجزوم. يبقى احنا كده عرفنا ان الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، والف الاثنين او واو الجماعه او الياء المخاطبه الضمير ده بعربه فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. احنا عايزين نتكلم بقى عن اعراب الافعال الخمسه. فاكر اعراب طبعا الفعل المضارع في الحلقه اللي فاتت، قلنا ان الفعل المضارع بيكون مرفوع امتى؟ ان لم يسبق بناصب ولا جازم، وبيكون منصوب امتى؟ لو لقيت قبله ان، لن، كي، حتى لم التعليل، بيكون مجزوم امتى؟ لو لقيت قبله لن ناهية او لم او لم الامر. بنفس الطريقة لو لقيت الفعل الافعال الخمسة يعني لم تسبق بناصب ولا جازم تبقى مرفوعة، يبقى حط النون، لقيت قبل الافعال الخمسة ان، لن، كي، حتى لم التعليل تبقى منصوبة واحذف النون، لو لقيت لن ناهية ولم ولم الأمر تبقى مجزومة واحذف النون. طيب أعربها إزاي؟ زي الفعل المضارع مرفوع بالضمة؟ لا طبعا، الأفعال الخمسة بقى بترفع لو مرفوعة ترفع بثبوت النون، وإمتى بتكون مرفوعة؟ زي الفعل المضارع إن لم تسبق بناصب ولا جازم، وبتكون منصوبة قلنا بنحذف النون، بقول منصوب وعلامة نصبه حذف النون لو لقيت قبلها أن، لن، كي، حتى لم التعليل، وبتكون مجزومة بحذف النون، بقول مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لو لقيت قبلها لن ناهية ولم ولم الأمر، يعني لو مرفوعة بقول مرفوعة وعلامة رفعة ثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، لو منصوب أو مجزوم بقول منصوب وعلامة نصبه حذف النون، مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. ناخد مثال ونعرف، لما أجي أقول الأطفال يلعبون بالكرة فين الفعل من الأفعال الخمسة؟ أول حاجة بدور على فعل، الأطفال دي اسم، الكرة اسم، يلعبون دي الفعل، دي فعل من الأفعال الخمسة، وأتأكد يلعب دي فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، النون موجودة يبقى على طول مرفوع، طالما النون موجودة يبقى مرفوع، لأنه لو منصوب أو مجزوم مش هيقول يلعبون، هقول يلعبوا هحذف النون. طيب أعربها إزاي؟ قبلها نصب أو جازم؟ لا، يبقى مرفوع، والأفعال الخمسة بترفع بثبوت النون، يبقى هو الفعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. الموضوع سهل جدا، يعني لو ما فيش قبليه لا ناصب ولا جازم بقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، ودي علامة إعراب فرعية. علامة إعراب فرعية لما يجي يقول لك هات فعل مضارع مرفوع بعلامة أصلية أقول له مثلا يكتب مرفوع وعلامة رفع الضمة دي أصلية، استخرج فعل مضارع مرفوع بعلامة إعراب فرعية اجيب له مثلا فعل من الافعال الخمسه لان هنا ثبوت النون دي علامه اعراب فرعي. مثال تاني، لما اجي اقول يجب ان تجتهدوا لتحققوا النجاح، يجب ده فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضم، طيب انا عايز استخرج فعل من الافعال الخمسه تجتهدوا، لازم فعل مضارع اتصلت به يا واو الجماعه يا الف الاثنين يا ياء المخاطبه، هنا تجتهدوا النون محذوف، حذفناها ليه؟ لانه منصوب في ان، أن، لن، كي، حتى لم التعليل، يبقى منصوب، يبقى تجتهدوا ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون وبرضو علامة إعراب فرعية، يجب دي علامة إعراب أصلية مرفوع بالضمة،
تجتهد علامة إعراب فرعية، منصوب علامة نصب حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. طيب عندنا تحقق برضه فعل من الأفعال الخمسة. طيب مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ اللام دي لام الإيه؟ لو بأمرك أقول لك ليه تجتهد يبقى دي لام الأمر. إنما هنا يجب أن تجتهدوا علشان تحققوا، لكي تحققوا، يبقى اللام دي اسمها لام التعليل، ولام التعليل بتنصب، يبقى برضه تحققوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصب حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. مثال تاني، لما أجي أقول لتجتهدوا، اللام دي لام الإيه؟ برافو، لام الأمر. يبقى لام الأمر بتعمل إيه؟ بتجزم، يبقى تجتهدوا برضه النون محذوفة، ما هو برضه مجزوم بحذف النون، لو منصوب حذف النون، مجزوم حذف النون، يبقى تجتهدوا نفس الإعراب، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، علامة إعراب فرعية. لتجتهدوا في دراستكم ولا تهملوا لأن هي تهملوا فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه برضه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. إحنا خدنا كده مثال على واو الجماعة، ونفس الطريقة لو كان ألف الاثنين تجتهدا أو تجتهدان لو مرفوعة، ياء المخاطبة تكتبي تكتبين برضو نفس الإعراب، لو مرفوعة مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، منصوب أو مجزوم منصوب وعلامة نصب حذف النون، مجزوم وعلامة جزم حذف النون. مثال، استخرج فعل من الأفعال الخمسة وعربه. اجتهدوا ده فعل من الأفعال الخمسة؟ ده فعل مضارع؟ لا، ده فعل أمر، يبقى ما ينفعش. الأفعال الخمسة فعل مضارع، أهو فعل مضارع اتصلت به واحدة من الثلاثة، ألف الاثنين وهو الجماعة ياء المخاطبة، يبقى اجتهدوا ما تنفعش. لتتفوقوا، اللام دي لام الإيه؟ اجتهدوا لكي تتفوقوا، دي لام التعليل، يبقى تتفوقوا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ منصوب عشان لام التعليل، يبقى تتفوقوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصب حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. طيب المثال الثاني، لتجتهدوا في دروسكم، اللام دي لام الايه؟ ده انا بأمرك لتجتهدوا، بس الفعل مش فعل امر، مش مشكله، هو فعل مضارع بس اللام اسمها لام الامر. لام التعليل بتنصب، لام الامر بتجزم، يعني تجتهدوا في الجمله الثانيه ده فعل مضارع مجزوم، في الجمله الاولى تتفوقوا منصوب، والاثنين بحذف النون عادي، بس اللام في الجمله الاولى لام التعليل وفي الجملة الثانية لام الأمر، يبقى تجتهدوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. مثال، لما أجي أقول لا تقصروا، أنتم لا تخسرون، إحنا فرقنا برضو ما بينهم في الحلقة اللي فاتت. لا تقصروا أسلوب نهي، يبقى لا هنا ناهية، يعني تقصروا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأن هي بتجزم. إنما لما أقول أنتم لا تقصرون، لا هنا دي نفي، يبقى النافية ما بتأثرش في الفعل المضارع، يعني تقصرون لو خدت بالك النون موجودة يبقى مرفوع، يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون. نفرق كويس جدا ما بين لأن هي لو أسلوب نهي اللي هي طلبية، لما أطلب منك تعمل حاجة دي بتجزم الفعل المضارع، إنما لأن النافية لما بيكون أسلوب نفي ما بتأثرش في الفعل المضارع، والفعل المضارع اللي بعدها بيكون مرفوع. يبقى احنا كده تعرفنا على الأفعال الخمسة وعلامات إعرابها. طيب لماذا سميت الأفعال الخمسة بهذا الاسم؟ لأن لها خمس صور من الفعل المضارع. الأفعال الخمسة لها صورتين مع ألف الاثنين، صورة مع المخاطب وصورة مع الغائب. أقول أنتما تكتبان، هما يكتبان، وليها صورتين برضو مع واو الجماعة، صورة مع المخاطب وصورة مع الغائب. أقول أنتم تكتبون وهم يكتبون، وليها صورة واحدة مع ياء المخاطبة مع المخاطب فقط، أقول أنت تكتبين، يبقى كده لها كم صورة؟ خمس صور، علشان كده سميت الأفعال الخمسة بهذا الاسم. يبقى احنا كده خلصنا حلقة النهاردة، التدريب، اقرأ القطعة كويس جدا، اعرب الكلمات اللي تحتها خط، استخرج من القطعة فعل من الأفعال الخمسة واعربه، واسم من الأسماء الخمسة واعربه، خبر لحرف ناسخ وبين نوعه، ثني واجمع، حول المثنى والجمع، المتفوق لم يقصر في مذاكرتي. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، بتمنى لكم التوفيق في الحلقات اللي جاية، هنكمل حلقات نحو من الصفر بمشيئة الله تعالى وهنحل التدريب ده. أشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.